قالت صوفيا إحدى خريجات البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة إنها اكتسبت الكثير من الخبرات الرائعة خلال فترة التدريب. وأكد زميلها هانسون أن البرنامج ركز على تعليم العمل التعاوني وأنه اكتسب الكثير من المهارات وسيعود إلى بلاده لتطبيقها. انطباع عظيم، ليس لدي شيء كثير لأقوله لأن ببساطة تعلمت خبرات رائعة. كان هذا أمر مطلوب جدا ومفيد بالنسبة لنا، لأنه من المتوقع لنا أن نحصل على مناصب عامة، وهذا التدريب سيساعد كثيرا في هذا الصدد، ولهذا كان التركيز على إعدادنا لهذا الغرض. تعلمت كيف يمكن أن نحقق التعاون وعمل التشبيكات، وما ركز عليه البرنامج هو تعليمنا كيف يمكن أن نعمل بشكل تعاوني مع بعضنا البعض، وأن نكتسب المهارات ونعود بها إلى بلادنا ونطبقها. في مستهل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب. Hello, we are from Ethiopia. From Turkey. From Brazil. From Tunisia. From Ghana. From Guinea. From Algeria. From Jordan. From Cameroon. From France. From Pakistan. From Ukraine. You're from Israel.